ثقة في كل مكان. مساء سعيد نتمناه لكم، ونحن نستكمل هذا الحوار الجميل مع الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر، وهذه الحلقة الجديدة من كشف حساب. طاب مساءكم وطاب مساءك أبو خالد. الله يحييكم جميعا، حياك الله. يخليك. نستكمل الحوار يا أبو خالد، نتابع المداخلة الأولى من الفنان القدير علي عبد الكريم. شو عند ابن نواف؟ سؤالي لك أستاذ الكريم، ألاحظ أو أستمع دائما إلى كل أغنياتك، وألاحظ أنك دائما تميل إلى النغمات الحزينة أو إلى الألحان الحزينة. بإمكانك تجاوبنا ليش؟ والسؤال الثاني، عدم ظهورك في حفلات لايف رغم أنت فنان مهم للساحة العربية، ووجودك في حفلات لايف مهم للجمهور العربي ككل. أتمنى الإجابة الشافية. شكرا للفنان علي عبد الكريم. أبو نواف طرح نقطتين، يمكن نقطة في الحلقة الماضية أجبنا عن جزء منها، مسألة الحزن، والنقطة الثانية الحفلات اللي تقيمها أو المهرجانات اللي تقام سواء في جراج أو في قرطاج أو تقيمها محطات تكون لها قيمة ولها اعتبارها. أنا طبعا حي أول الأخ الكريم علي على تفضل بالسؤال. السؤال الأول أعتقد أجبنا عليه، وهو لون تجد نفسك فيه. والسؤال الثاني كان قرار، وما أتمنى الأخ علي يتعرض للي أنا تعرضت له من مواقف ومحرجات من للأسف أخوة مسؤولين، وللأسف هي في زمننا في وقتنا ذاك كان في رؤية خاطئة للفن والفنانين، وهني كان الاصطدام والاختلاف. البعض كان يعتقد أن هذا الفنان ممكن تعيره ويشتغل على زمن معين، وما يعتقدون أن هذا الإنسان ملتزم بظروف عائلية حياتية معيشية، هذه كلها يعني تؤثر في حياته. أنا أثرت فيني وايد، يعني اضطريت أني أنا أتخذ هذا القرار في وقتها حتى لا أصطدم، نفسيتي وشخصيتي لا تقبل أن توجه بالريموت كنترول، وهذا ما حدث. حتى لا أصطدم وأنا الأضعف مسؤولين هذولا سواء بالخارج أو في أي مكان تحتك فيهم يفهمونك خطأ، وهني مشكلة. أنا مو هدفي أحتك يعني مع المسؤولين، يعني نظرة أن الفنان ممكن يقول روح يروح، ممكن غن. لا، هذا إنسان يعني له حدود وله قدرات وله التزامات، قل من يفهم هذه. طفلي مريض لا سمح الله، زوجتي حامل، أنا مريض، هذا اللي حصل. فاصطدمت، ما حد فهمني. كانت أم خالد وقتها حامل في أيامها الأخيرة على وشك. بالضبط. وفهم واعتذارك على أنه يعني وفهمت خطأ، وجيت بعد السفر لقيت أم خالد واقفة عند الباب في حالة قلق، يمكن كان ممكن تولد في لحظتها من الخوف، لأني أنا معرض. أنت مشكل فجأة مسوي مشكل. أنا شنو المشكل؟ مشكلة أني أنا اعتذرت عن بقية الحفلات، قنيت حفلة واحدة خارج الكويت. كان خارج الكويت، قلت لهم مع السلامة، عذروني، ظروفي العائلية، أسرتي، زوجتي. وكنت صادق أي وقت في أيام الأخيرة، والله يعلم الله. كان بروحه وأنا تارك 9 أيام، الله وحده كان معها فقط. يعني ومن واجبها أنها يعني أو من واجبي أنا أني أكون يمها، أكون يمها يعني. نعم. بس ما فهمت كما يجب، مثل ما تفضلت قالوا فنان لازم يوافق. طبعا فهني حصل الاصطدام. حصلت المراجعة بعدها، لأني أنا كنت معرض للتحقيق، ليش يبقى ما تغني 3 حفلات الباجية؟ أنا ماني مركب عدادة يا جماعة الخير، أنا لي ظروف. فجاء القرار هذا سبب الحفلات.
القرار هذا أصبح قديم، وأنا أقول لأخ علي، أقول للبركة في الموجودين الآن، دورهم ورسالتهم أنهم يواصلون سواء في جرج أو في خرطاج أو في أي مكان في العالم يحملون هذه الرسالة، وإحنا نحاوطهم بقلوبنا وعقولنا ودعواتنا أن الله يوفقهم، وأتمنى أنهم يتعرضون لي أنا تعرضت له، وقد تكون ضارة ويقولون رب ضارة النافعة، كانت نافعة بالنسبة لي أني كان يجب أن أتخذ قرار واتخذت هذا القرار ولا أنا متأسف عليه. استمر كم سنة تقريبا؟ أعتقد بحدود 15-16 سنة. أي. لا القرار استمر، التوقف كم؟ هذا هو 15-16 سنة تقريبا توقفت. أي خلاص، ولن أعود عن هذا القرار. أعرف شخصيتي وأعرف نفسيتي أني أنا من السهل أصطدم، وأنا ما أبي أصطدم مع أحد، كل الأخوة أعزة على قلبي ما أبي أصطدم مع أحد سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، والأخوة داخل الكويت جزاهم الله خير متفهمين، أتمنى الأخوة في خارج الكويت يتفهمون ويعذروني، والبركة في الموجودين. هذا اللي أقوله. تسلم يا أبو خالد. إحنا طبعا نتمنى بالفعل أنه نشاهدك كما أنت عملاق، وأنا أتمنى والله في التلفزيون والكسر. يعني لو على المسرح أيضا. أنا أقول لك أخ سلامة، لو ما طلعت على المسرح لهم الحق يقولون ويتساءلون ليش معنا، ليش ما يطلع بالضبط، ليش ما عنده قدرة. نعم. أنا طلعت وغنيت وواجهت، ما حد يواجه 40 ألف استاد و50 ألف 60 ألف، أنا واجهتهم وغنيت وواجهت في مسارح سواء في لندن أو في القاهرة أو في الكويت أو مثل ما أعرف الإمارات، غنيت على العود وإيقاعات فقط في حفلات أخرى أيضا. بالضبط، يعني يمكن ما حد يصدق أني أنا في سنة من السنين واجهت جمهور ما يقل عن 4-5 آلاف في عود وكمانجة ثلاث إيقاعات فقط، والكورال هم الحضور فقط. مع العلم هذه تتطلب صوت. أي مع العلم زملاء، أقسم بالله يعني مع العلم زملاء، كل واحد مع الأوركستر ماله يعني. نعم. من شهود هالحفلة يبدو لي محمد عبدو على ما أظن أو شيء من شهود نعم. وأذكر أن الأخ محمد قاعد في الصف الأمامي عشان يشاهد شو بيسوي عبد الكريم بهالثلاث الجميلة، عود وكمانجة وإيقاعات. أكيد كان سعيد لنجاحك. طبعا الحمد لله. طبعا. أخ عزيز يعني فنان كبير يقدر، لكنه المواقف تحطك في موقفته يجب أن تتصرف فيه، وتصرفت. ويبدو محمد أيضا توقف لمواقف كل واحد يعني. فينا يتعرض لي نعم. لأسباب تختلف الأسباب، ولكن في النهاية تحتاج إلى قرار، فكان هذا قرار أنا من متحسف عليه. نعم. وأرجو أن يكون يعني أي تقصير مني محل عذر عند الأحبة في كل مكان، يعني أنا أحس أني أنا مقصر، وهذا دليل محبة، السؤال دليل محبة، ما أنكره على الأخ علي، لكن أنا هذا قراري. البركة فيكم، البركة في الموجودين، وإن شاء الله نسمع عنكم كل الخير. يعني بعد مداخلة الأستاذ مسفر الدوسري. أستاذ كبير عبد الكريم عبد القادر، مساك الله بالخير أبو خالد. أنت تاريخ طويل من الفن والعطاء والإبداع الجميل، أسعد قلوب الآلاف والآلاف من المحبين لهذا الصوت الشجي والجميل. ذكرت في بعض لقاءاتك سواء الصحفية أو التلفزيونية سبب توجهك لشركات الإنتاج الفني. في كثير من إجاباتك ذكرت حضرتك أنه السبب هو أنه هذه الشركات قادرة تحل المشكلة المادية بالنسبة للفنان، طالما أنه إحنا وصلنا لهذه القناعة أنه هذه الشركات قادرة تحل المشكلة المادية بالنسبة للفنان. هل الآن هل بالضرورة من وجود شاعر منتج، الشاعر الذي يفرض كلماته على المطرب، خاصة مطرب بحجم
لنفرض أستاذنا عبد الكريم عبد القادر أو آخرين بحجم وقامة هذا الفنان العظيم بعطائه وإبداعه، هل بالضرورة من تواجد هؤلاء الشعراء المنتجين بالرغم من أنه عطائهم لا يتناسب أبدا وقامة هؤلاء الفنانين؟ وشكرا. شكرا لشاعرنا مسفر الدوسري، لامس وتر حساس بالضبط. نعم. أول شيء شاكر لك يا سيدي على تفضلك طبعا بالسؤال، هذا جواب صعب يعني يمكن يزعلون مني بعض الأخوان، لكن في شركات محددة متخصصة في الإنتاج والكل يعرفها مهمتها الإنتاج، ولكن في ناس تريد الظهور وعندها فلوس يا بقول يعني وتملك المادة، المشكلة إنسان يبي يطلع يبي يشم الهواء حاس إن عنده موهبة ولقى أمامه هذه السكة، قال يبغى هذه أغاني وهذه فلوس وقعها، إيش رأيك؟ طبعا ما يسأل عن المستوى، ما يسأل عن النوع، عن الجودة، طلعني بس. فطبعا هذا اللي قاعد يحصل في الساحة، ما كان هذا موجود بالأول لأنه كان في دور لوزارات الإعلام في تبني هذه المواهب وتقديمها بالصورة الأفضل والأجمل والأصح والأسلم. الآن وزارات الإعلام رفعت إيدها فخلت الفنان بين المطرقة والسندان، يروح حق الشركات الكبيرة، الكبيرة ما تجد مثلا الربحية في هذا الفنان الصاعد، يمكن الواعد مسميات، يقول لك أنا أحط الآلاف وبعدها من يضمن لي، فيقوموا يدزونه، ما معناه روح انجح وتعال، يروح ما يجد أمامه إلا من يملك، يعرف أن هذا مستوى دون المستوى، يعني ما أقدر أقول هابط، أقول هذا دون المستوى، فما يجد أمامه غير هذا الطريق ويدخل الباب وهو حظ عاد. ما تورطت في المسألة هذه أبو خالد؟ لا ما لحق أحد يفرضها عليك؟ ما لحقنا على هذه إحنا. لا أقصد المرحلة الحالية، مرحلة المهرجانات والناس اللي تدفع. لا بإرادتنا يعني، للأسف في لنا أخطاء ولكنها في إرادتنا، يعني أكيد يعني يكون قرار أنت تملكه وحر فيه، لكن إحنا نحكي عن الفرض. أي الموهبة الواعدة اللي توها العود الطري، هذا كلامنا عن هذا الإنسان اللي ما يجد أمامه طرق كثيرة وفرص متاحة، هي فرصة أن يتورط فيها فرصة. محزن طبعا محزن، وأنا أقول السبب أن هناك دور لوزارات الإعلام تتبنى فيه المواهب وتقدمها وتنقذها من المتاهات، هذا اللي أقوله، وأتمنى أن هذا يحدث، وأنا أقول لك هذا خطأ، فعلا خطأ اللي قاعد يصير، ولكن المضطر يركب الصعب، وأشوف أخواننا وأبنائنا قاعد يركبون الصعب، المهم يطلع وبعدها يصير ألف خير، يقول من بعد الطوفان، لا وبعدها يقول يصير خير، يعني يعتق الأخ ويقول له روح، بس المهم أنه سوى التفاته من قبل الناس، منه هذا الصوت جميل بس الكلام خربوطة، الألحان مش عارف يعني، بس المهم أنه التفتوا للناس أنه أثبت وجوده فيه حتى وإن كان خطأ وإن كان على مستوى نص ونص يعني. هذا مؤسف. إيه هذا زمن إحنا قاعد نعيشه ونشوف السلبيات فيه يعني، وكثير من الأخوان عارفين هذا الشيء. الفرز في من خلال ذائقة الجمهور ما يعري هالإفرازات السيئة هذه اللي تطلع، ولا الجمهور قاعد يجاري الموجة صفك؟ مو كل جمهور، الجمهور ما يملك الجرأة ليقول هذا،
احنا الجمهور يقول في مجالس الخاصة محتاج وسائل يعبر منها. اي احنا نقصد هذه الوسائل ما تملك الجرأة انها تطرح هذا الشيء. بالضبط. ممكن هو يتكلم عن عبد الكريم وممكن يجرح عبد الكريم، ولكن لا يستطيع ان يجرح سين من الناس. مؤسف. اي والله مؤسف ان تكون الشجاعة في جانب وجبان في جانب. من يحمل القلم يجب أن يملك الشجاعة. أنصاف الحلول ما تجدي. نعم. تبي تحمل القلم كذي أو أكسره. أكسر هذا. الرحل. احترم نفسك على الأقل. نعم. انسحب. نعم. الانسحاب أحيانا موقف. الصمت موقف. يقال دائما أحيانا الصمت موقف. أبلغ من الكلام. نعم. في نعم. كثير من الأحيان. نعم. وإن بغيت تكلم تكلم بالحق. نتابع مداخلة أخرى للأستاذ سامي الفليح جريدة القبس الكويتية. بداية أحب أوجه تحية لفنان الكبير أبو خالد أستاذ عبد الكريم عبد القادر. بعد هالعمر الطويل نحب نقول له يعني شكرا على كل ما علمنا إياه وكل ما رطب إحساسنا فيه. وسؤالي حقيقة هو ضد واللي يسمح لي في هذا شوية. إنه أنا أشوف إنه عبد الكريم جامل في 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 الأخير يعني 10 سنوات جامل كثير على حساب فنه وعلى حساب جماهيره وعلى حساب إحساسه وذوقه. أنا ما أدري بس أحس إنه إحنا محتاجين كثير إنه عبد الكريم عبد القادر يحط حد لكل هذا ويعني يبدأ يمارس ذوقه وصرامته الحادة على الأعمال التي يقدمها. هذا شيء. الشيء الثاني انه احب اقول انه عبد الكريم قيمه اكثر من كونه فنان، يعني مجرد فنان هو قيمه فنيه بحد ذاته، والقيمه دائما محتاجين ان نتعامل معها بشيء من 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 الشروط القاسيه. انا اشوف انه عبد الكريم كثير يعني يجامل على حساب هذه القيمه وينتج اعمال احيانا تكون غير ذات اهميه وفي سبيل انه يطرحها على اساس انه يستفيد ماديا وتستفيد ايضا الشركه المنتجه لهذه الاعمال والاشرطه. شكرا لسامي. هو يشير الى انه عبد الكريم يظل قيمه فنيه والقيمه يقصر النقد عليها اكثر. جزاه الله خير. صح. اتمنى ان اكون مثل ما تفضل، يعني ان اكون قيمه. هذا هو الحلم وله كل الحق أن يقول ما يقول، يعني من باب المحبة. نعم. باب هذه الرؤية. الحياة لا تخلو من المجاملة. الإنسان بطبع مجامل. أي. يعني
العويج ما تقدر تقول إلا الكلمة الملطفة المخففة تقول له. ولا دائما 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 يعني تكون مزعجة. بالضبط يعني منه فينا ما يجامل وفي مجالنا احنا تتعرض لأقصى الضغوط وتضطر أن تجامل وأن تتنازل وتتنازل في كثير من الأحيان. وللأسف أنا ركبت أيضا المركب الصعب هذا وجاملت وتنازلت واعترف بهذا أمام المشاهدين الكرام أي كان في موقعي، رغم أني أنا ولا زكي نفسي على الآخرين، أني أنا معروف أني أنا قاسي حتى على نفسي يعني. هو أشار أنه صرامتك بالضبط وين يعني حتى قاسي على نفسي، وكثير من الأخوة والزملاء الآن يعاتبوني يقولون وين قسوتك في الأمس علينا وين. لا 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 يعاتبوني الحديد يلين البنادم ما يلين للأسف أنا مو حديد لنت ولهم كل الحق عليه تحت أكثر من سبب أكثر من ظرف. الحياة ما تستمر بنفس الأسلوب اللي احنا نتمناه أو نرسمه، يعني في أمور تفرض نفسها عليك ويضطر الإنسان يغير ويخفف ويلين من طبعه ويخفف من حدته، وهذا اللي حصل معي. أعرف أني أنا أخطأت من خلال معاتبات كثير من الأحبة، وأعرف أن أنا إنسان مهم بالنسبة لهم. أنا زرعت هذا الشيء في أنفسهم، زرعت عبد الكريم بالشكل اللي هم حبوه، ومعهم كل الحق أن يجون يقولون وين عبد الكريم اللي حبيناه. هذه فضيلة، الاعتراف بالحق فضيلة. أنا أكيد 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 منه فينا ما لا أخطأ يعني. أنا طبعا ما أقول قصرت بحق الجمهور، أولا قصرت بحق نفسي، ولكني ركبت هذا المركب الصعب تحت ألف ظرف وظرف، واللي يعذرني من سرد هذه الظروف، لكنه هذا الواقع. بس يوم ما أملك نفسي ويوم هذا، وهذا اللي قاعد يحصل، بقدم العمل اللي أنا بحس فيه وبملك إرادتي فيه واختياري وقراري وقدم الناس. إذن يا رسالة، يا نقاد، يا إعلام، يا صحافة، ساعد الفنان على أنه يتغلب على ظروف فعلا حتى ما يضطر أنه يركب المركب الصعب. لازم يعرفون قبل أن ينقدوني، قبل أن يقولون شيء أو ينقدون شيء من الناس زملاء، أنقد الظروف عالجوها، سبقونا. نعم. يصل نقدهم إلى درجة تجريح، فلما أشوف هذا التجريح بهذا العملاق اللي نحمل له كل الحب، بقول اللي وصلني غليل أنا والله ما يستحق. ولكن أنا قبل لا أمسك هذا القلم وأجرح هذا الهرم الكبير، بقول لازم أوجد له الأرضية الطيبة اللي تحفظه، أدرس كل الظروف المحيطة فيه. بالضبط، وكرامته تحفظ كرامته وكرامة أسرته، تحفظ رحلته الطويلة 40 سنة. مو كلنا يحمل العقلانية في جمع المال والتفكير في المستقبل والقرش الأسود على رأي إخواننا، مش عارف الأبيض الأسود هذا ما نفكر فيه احنا. مو مهمتنا جمع تبرير أخطاء جمع المال، ما كان هذا هدف، كان جمع المحبة، جمع أكبر رصيد من العطاء في حياتك، هذا لا ثمن. توعى على الدنيا تلاقي أنك ما سويت شيء، تضطر أن تتنازل، وكثير سيضطرون للتنازل إذا ما فكروا في بكرة، ولا تلومونهم. أنا أقول هذا الناقد قبل أن يكتب يبقى أن يوفر لي أشياء معينة، يطالب لي فيها على الأقل. أي يطالب بأن يوفر لي، حطوا له نقابة، حطوا له جمعية تحميه، حطوا له شغلة توفر له راتب
معاش، أي شيء يعني من الأشياء تأمين اللي تحت تأمين طبي، نعم تأمين حياة هذا الإنسان وأسرته. ما أحكي عن نفسي أنا، الحمد لله إحنا ظروفنا طبعاً قضية عامة. أي أنا أحكي عن ككل. نعم. الحمد لله بألف خير، واللي يعلم كل يعني المشاهدين الحمد لله يعني كنت موظف والآن عندي معاش وعندي راتب تقاعدي. أنت تطرح قضية لكل الفنانين أكل آخرين ما كانوا موظفين وزملاء معاصريننا الآن ما عندهم راتب ولا عندهم معاش تقاعدي ولا عندهم تأمين لبكرة، فمضطر يقدم أي شيء عشان يعيش. وهذه سالفة يعني ليش نملك الجرأة أن نقول له توقف ولا نملك الجرأة أن نقول وفروا له؟ وين الشجاعة في هذا؟ لو أنا أمسك القلم أكسره، أقسم بالله أكسره. هذا مثل يا أشرف هذا القلم أو أكسره. نعم. من هو فينا يحمل هذا القلم بأمانة وشرف؟ قل أطالب العرب أنه جر الحصان وأترك الحصان. بالضبط. ما تجي. هذا الصح. نعم. فأنا حكي كقضية عامة، الحمد لله أنا أقول أخطائي وسلبياتي أتحملها أنا، واللي يعذرني وإن شاء الله ما يسمعون مني إلا الخير، هذا اللي أقوله يعني ما يبرر ما قدمته، قد يكون سوء اختيار، قد يكون قصر نظر، يعني توقعت أنه ممكن هذا اللون من الأغاني يناسبني وطلع ما يناسبني، وهذا يعني مجرد اجتهاد وتبرير. نعم. مو تبرير يعني. نعم. هذا اعتراف، هذا اعتراف يا أبو خالد، اعتراف صادق صحيح. الله يحييك. الله يحييك. القراءة نقدية جميلة ومداخلة للناقد الأستاذ عبد الستار ناجي، تفضل يا أبو خلود. الحديث عن عبد الكريم عبد القادر يعني اختزال لزمن طويل. هذا المبدع الغنائي استطاع أن يمر عبر الأجيال، وهذه مهمة صعبة المجال، وهذه مهمة صعبة في الغاية، أن يمر مطرب عبر أجيال تتمازج. لقد بدأ في منتصف الستينات ونحن الآن في منتصف التسعينات، ومعنى ذلك كم من العمر وكم من التجارب وكم من الأشرطة وكم من الأغاني التي زرعت في وجداننا. عبد الكريم ليس اسم ريازين ولا رد الزيارة ولا وداعية ولا للصبر آخر، إنه كم من الحصاد الإنساني والإبداعي والفني الذي لا يزال ينبض بالعطاء. من يتأمل أعماله يجد فيها شيء من التكرار، ولكنه التكرار الذي يمثل خصوصية هذا المبدع وخصوصية هذا الفنان. نحن بحاجة أن نتوقف كثيرا أمام طلال ومحمد عبده، بحاجة أيضا أن نتوقف عن شاد الخليج وعبد الكريم، وحديثنا في هذه المحطة عن عبد الكريم، وحديثنا أيضا عن عبد الكريم ومساحة الشباب والجيل الجديد في أعماله، ليحدثنا عن تجاربه مع الأجيال الشابة التي أتاح لها كثيرا من الفرص في تجاربه الأخيرة بالذات. كل المحبة لعبد الكريم ولكم. ولك يا أبو خلود. ولك يا أبو خلود، كثر خيرك. شكرا لك يا أستاذ ستار على هالسؤال القيم. في رحلتنا في محطات كل فنان أكيد يحتاج إلى محطة يتنقل فيها، وهذا اللي حصل. رحلة الأولى كانت مع أساتذة أفاضل أحمل لهم كل الحب، عبد الرحمن البعجان، أحمد باقر، الله يمد في أعمارهم. تخلل هذه المرحلة لقاء مع مصطفى العوضي، لقاء مع غنام الديقان، لقاء مع بعض الأخوة الزملاء إبراهيم الصولة، ولكن ما هي المحطة القادمة؟ فكان هذا السؤال يطرح نفسه دائما علي، وألتفت له عشان أستمر يجب أن أغير في محطتي، مو لأنهم ما عندهم شيء يقدمونه على الآخرين أبدا، هذا لا أساتذة لهم الاحترام الكبير، بس أنا عشان ما أكرر نفسي فأروح منتقل، لأني ما عدت أقدر أخدمهم، ما أقدر أوصل أعمالهم، وإلا حتكون تكرار لما سبق. فانتقلت إلى محطة بعدها وجدت فيها عبد الرب إدريس أخي وزميلي في رحلة امتدت ربع قرن.
هذه المحطة كانت المحطة الثانية بالنسبة لي، وانتقلت فيها من عاشق. أنا رديت غريب أعترف بالجيل أخي أخي أخي. استمرت إلى أوائل الثمانينات، من أوائل السبعينات إلى أوائل الثمانينات. هم طبعا تحس أن أيضا تكرار، رغم أن أخوي أبو عادل يتشعب مع زملاء وهذا، بس أنا يفترض أني أنا أطعم أعمالي بإحساس جديد ودم جديد، وهذا اللي حصل. التقيت مع الأخ يوسف المهنة وراشد الخضر رحمه الله وأنور عبد الله، وكانت هذه المحطة الثالثة مع وجود الدكتور عبد الرب. إن كان في شيء يناسب ويصلح أن يقدم قدمناه، والدم الجديد واصل رحلته معي، راشد، أنور، وسليمان الملة، ودخلت في مرحلة جديدة. بعدها أيضا عشان تستمر أيضا تحتاج إلى دم جديد وهكذا. نعم، دم جديد. فانتقلت بجيل آخر من الكتاب والملحنين، مشعل عروج، طارق العوضي، صالح يسلم، هذولا يمثلون مرحلة جديدة اللي هي في الألبوم. لا أعتقد هذا تخطيط بالنسبة لي، مو جديد. تجربتي مع الشباب في هذه الأيام ما هو انتقال مفاجئ، أنا كنت أمارس كسلوك في حياتي، يعني من عبد الرحمن البعجان وحمد باغر إلى مشعل عروج وطارق العوضي وصالح يسلم، من خلالهم رحلة محطات. أعتز أني من خلال هذا التنقل وجدت شيء أقدمه للناس، شيء حبوه الناس، بعتز فيه تماما. وهؤلاء الشباب وجدوا فيني شيء من خلاله قدموا أعمالهم. صوت وصلهم للناس، صوت واصل ونجم، الحمد لله. وأيضا ما أنكر عليهم أنهم أضافوا لي، زادوني ما نقصوني بإحساسهم الجميل، لهم كل الشكر. من خلال هذه الرحلة الطويلة، ممكن بعضهم صغار ولكنهم كبار في عيوننا وفي داخلنا بعطائهم في فنهم. نعم. دكتور عبد الرب أنا التقيت فيه في لقاءات سابقة، أشار إلى أنه كثير من ألحانه أو يعني مجموعة منها كان اللحن جاهز موسيقيا، وكان يبحث له عن كلمات ففصل عليه الكلمات وخرجت أغنية ناجحة ورائعة وجميلة للناس، مثل ليلة ومثل إلى من يهمه أمري، وإلى يعني أكثر من عمل. حصلت في بعض التجارب اللي معك هالمسألة؟ والله ما أذكر، أنا بالنسبة لنا ما أعتقد يعني عمل يكون الجملة جاهزة ونبني عليها الكلام، هذا ما حصل. يمكن هو معاه في بعض الأعمال حصل، نعم، لكن معاه في تجارب أبدا. إحنا تعودنا يعني إن إحنا نبدأ من الصفر. إلى محور آخر في حوارنا أبو خالد، إلى الكاريكاتير وفنان المتميز إبراهيم الوهيبي. أيوة. شوف كاريكاتير إبراهيم. يا رب استر. يضرب القصيدة، أهم شيء يقرأ دفتر شيكات الشعر. طاح على على الوجع يعني، لا ما يطالع في الشيك، ما يطالع في النص، في النص موهوب. يا الله الله، هي هذه شغلة يعني ما عندي تعليق، يعني أخاف أعلق. إحنا يعني نملك يعني كم يعني من الصراحة بيننا وبين بعض، نعم، ولكن ما نملكها لنقولها أمام الناس. هذا واقع سلبي، ليش ما تصححونه يعني؟ هذا قاعد يطرحه في الكاريكاتير الرجل. يعني قاعد يثير. خلاص، إذا ما دام دفتر الشيكات هو اللي بيتكلم، خلاص الكل يسكت طبعا. لا تلومونه، نريد أن نمارس
هواية من خلالها يقدم فن راقي يشرف، نعتز فيه كلنا. إذن وفروا له الوسائل ويجد أمامه طريق مقفل من كل النواحي إلا من هذا الأخ اللي عنده تشيك يقول تفضل تروح يسجل ويرتاح. نعم، ويتنازل عن كثير من الأشياء. احنا اللي شجعنا، احنا اللي احرجنا، احنا اللي خليناه يتجه هذا الاتجاه. اوفر له الاسباب وعقبها احاسبه اقول له ليش تتجه للشيكات يا اخي؟ امامك سكه تقدم فيها نفسك كافضل ما يكون. دخل الكاسيت ما يكفي الان للفنان من خلال الشركات المتعاقد معها؟ مو كل الفنانين يملكون القدره للوصول للشركات. الشركات لا تلام لأنها تبحث عن الربحية. اللي قلبه على الشركة يقول، واللي قلبه على الفنان يقول. الشركة حتدفع دم قلبها على هذا الإنسان، تبحث عن الربحية من وراءه. تكاليف وإعلانات طبعا مبالغ بالآلاف اليوم عشان يصدر ألبوم. أقل شيء يقال أنه يدخل في المليون، مليون إلا مع التصوير. نعم، مع التصوير. أنا أقول حق الأخوة رقم أقل ألبوم اليوم يكلف مليون ريال. أتمنى الأخوان يسمعوني بهذا الرقم. من يتحمل هذا؟ لا يمكن أن نطالب شركة أن تتحمل إذا ما في عائد يغطي. على الأقل لها. على الأقل يغطي للمليون يعني. يعني أعتقد بعض الشركات تقبل مليون لا ربع، بس المهم تكون موجودة في الساحة. أمام هالأرقام من يتبنى أصوات جديدة؟ من يغامر فيهم؟ بالضبط. فكلمة شيك هذه وراها وتحتها ألف خط. تابع محور آخر في حوارنا يا أبو خالد ونطالع أول ما شئت. علاقتي بالرياضة توقفت عند المشي. طيب المشي يا أبو خالد، إذا بقيت على المشي زين. صح، وممكن أضيف لها شيء. ومشاهدة كرة القدم. مشاهدة؟ اي بس شوت شوتين ما يجي في الخط يعني. لا 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 طقطقات. مشاهدة لا بس. فقط حدنا مشاهدة الآن. وما أدري، الحياة تسرقنا على فكرة. أنت قد ساوي العرباوي أبو خالد؟ ما أقول. لا ما أقول، لأن يعني أصبحت يعني أيضا هذه كان ممكن أقول لك قبل 20 سنة. إيه الحين ما عادت صار يحسب. إحنا نشوف لا نشوفها في أولادنا خلاص. أقدر أقول لك ولدي قد ساوي خلاص يعني. أنا أقول يعني التزامات الحياة تسرقنا يوم بعد يوم وتختزل الأشياء فينا. يعني رياضة المشي هم مو باستمرار يعني، متقطع. وفي أوقات لازم ما يكون في ناس ولازم. إيه بالضبط. أنا ما عاد تقدر تمشي إذا شافوك الناس. إذا مشيت بمشي من بعد 10 بالليل. يكون الوقت أهدى وأجد نفسي وأراجع حساباتي في الحياة. هذه يعني ما تمشي وترجع يعني همومك وياك ومشاغلك وياك ومشاكل حتى هذا اليوم. نعم، مشاكل هذا اليوم كلها تي تفرض هالشريط نفسها. تفرض نفسها عليك بهاللحظات. فاختزلت على المشي فقط، واتمنى اني انا اواصله يعني. ما ادري يعني مشاهدة كرة القدم اقدر اضيفها ايضا، هذه متعة ورياضة ممارستها طبعا ما عادت بالنسبة لي. السباحة ما تمارسها أبو خالد؟ ما عدت تمارس شيء يا رأي. السباحة أي هواية؟ تعرف تسبح يعني؟ أعرف أسبح بس ما 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 في تقول ذاك الوقت اللي تمارس فيه شيء. يعني قبل صيد السمك الحداك كان من أجمل الهوايات. من 10 سنوات ما قطيت خيط البحر، والله من 10 سنوات. ما تصدق تشعر بفقد هالأشياء؟ وايد أشياء جميلة فقدتها في حياتي. ما أدري يعني ركضة في هالحياة عمرنا نسرق يعني. الله يعطيك السلامة يا أبو خالد. نشوف منشئ آخر. الحمد لله رب العالمين. فوضوية الفنان لا أعيشها. أنت منظم يا أبو خالد؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني حياتي ما فقدت السيطرة عليها في لحظة من اللحظات. عملي
فني ما له علاقة في بيتي وأسرتي أبدا أبدا. يعني أول ما أدخل البيت أنا رب الأسرة، أنا الزوج والأب فقط، ما أتحدث عن الفن ولا شغل فيه. أتق السيارة سلف أطلع من البيت خلاص رجعت عبد الكريم عبد القادر الفنان، أعرف شنطرني برا شنو الالتزامات اللي علي برا بوفيها، نظم حياتي وهكذا. ما خلطت الأوراق ولم تختلط في يوم من الأيام بحياتي. ولا تقول لكم خالد في البيت غن هذا أنا أبدا، أم خالد ربا حب هذا أنا تابعني جزاه الله خير في الدعوات تدعي لي، أشكرها عليه طبعا رفيقة عمري والنعم طبعا بدعواتها أنا حققت ما حققت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. نتابع ما شئت آخر. نجاح الزواج التقليدي أكثر من زواج الحب، حبيت بعد الزواج. يعني الزواج التقليدي في ميزة أن أنت ما كنت تنتظر شيء معين ومحدد من الطرف الثاني، أي أو هو ما ينتظر منك نفسي أي. أيضا ولم تطرح الوعود على الأحلام الوردية، أي الوعود والأحلام وأفعل وأترك وأسوي ولا هي قالت هذا الزواج التقليدي. فأي شيء يطلع منها بركة، أي شيء يطلع منك بركة راضي فيه صحيح، فينجح زواج تقليدي لأنها تقدر تقول لا أنا ما وعدتك في شيء، وهو يقول لها أنا ما قلت لك أبني لك قصر وبسوي لك وبفعل لك هذا اللي الله مقدرني قاعد أسوي خلاص. لكن الحب للأسف يزرع الأحلام الوردية ويزرع الورود، وهذه كلها تتلاشى مع الحياة العملية والزواج والأحلام. الأحلام صعب تحقيقها في زمان. وين الكلام اللي كنت تقول لي إيه بالضبط كل شيء ما لقيته منك ما تحبني بالضبط وين الحب كلمة الحب موجود بس ما أقدر هذا حدودي صحيح. نتابع ما شئت آخر. تفضل يا سيدي تفضل. الغناء في الحفلات قلة قيمة، لعلنا أشرنا إلى أنه غناءك كان بسبب لكن مسألة قلة القيمة يعني هل هي وجهة نظر مثلا شاملة؟ لا يعني هذا المانشست يعني مكان بالصورة يعني ما أعرف في أي وقت الغناء في بعض الحفلات قلة قيمة، وين بعض ما لقيت أنا في المانشست بعض نعم سقطت كلمة بعض ولازم الإثارة والصحافة يعني هذه لازم تأخذ عليه تعهد الصحافة تقول له ما تقط ولا كلمة ما في إثارة أيوة بالضبط. في لحظة من اللحظات لازم أسأل نفسي أنا كفنان لمن أغني، أحدد الجمهور اللي يغني له. ترى هم بإمكان الفنان يحدد الجمهور اللي يغني له. لذلك بعض الفنانين مثل الفنان محمد عبده ويمكن أنت يا أبو خالد ما أدري في فترة سابقة كان يرفض وجود أكل، يرفض وجود أي شيء على الطاولة. اللي يدخل الحفلة يدخل متعشي، يدخل كل شيء بيكون منهي ويسمعني أنا بس حتى تنتهي الحفلة، لكن أنا أكل هو مشغول في الملعقة أو الشوكة وأنا أغني يصحب. هذه فيها قلة قيمة ولا لا؟ طبعا بعض الحفلات فعلا فيها قلة قيمة، ولكن العتب على من يقبل أن يضع نفسه في هذا الموقف ويقول احترموني يا أخي أفرض احترامك نحترمك أو يحترمك الجمهور. هني أتمنى فعلا أن أحدد من أغني له حتى وين أغني وين أغني طبعا نعم. حتى تواصل. هذه بعض الحفلات فيها قلة قيمة. طيب يا أبو خالد وإحنا على نهاية هذا اللقاء الممتع معك، ما تتراجع وتختب للجمهور بشيء أنت تختار لهم إياه وداعية يا إن شاء الله ما ودع فيها هل إن شاء الله ما نودعهم من شر لا ما هم من شر إن شاء الله إن شاء الله ولهم كل الحب لهم كل الاحترام. أنا أقول يمكن قصرت رغم طول الرحلة قصرت في أشياء ويمكن يعني شو أقول يمكن نجحت في أشياء قصرت في أشياء ولكن هذه طبيعة الحياة وطبيعة الاجتهاد فينا ما نتوقف عن الاجتهاد. خلال رحلتي لم
أقول في يوم الأيام أني أنا الأفضل؟ أبدا ولن أقول هذا. أنا الإنسان المجتهد اللي الله سبحانه وتعالى أكرمه بحب لم يتوقع في يوم الأيام. أنا حصلت على جائزة ثمينة، جائزة بعتز فيها بقية أيامي وبقية حياتي. حب شيك موقع بأجمل وأرق يعني عبارات المحبة من ناس أعرفهم ومن ناس ما أعرفهم، فإن كنت قصرت في حقهم فليعذروني، لأن اللي وصلني منهم وايد وايد وايد، وأنا أعجز من أني أوفي لهم هذا. وإن وفقت في بعض الأشياء فهي بدوافع المحبة لهم. قاعد أواصل رحلتي لأني أحبهم، وهذا اللي قاعد حيحصل. يعني ما يوجه لي من نقد من غيره، من بعض الأخوة، بعض ألتفت له وبعض ما ألتفت له، لأن داخلي مليان بشيء اسمه الحب. وأنت في نظرنا يا أبو خالد قيمة ورمز وتاريخ وعطاء. يعني الشكر لكم جميعا طبعا، الله يسلمك، والشكر لأخوي أبو عبد الله ماجد عبد الله أخي وصديقي، ولا زلنا متواصلين. وأشكر كل الأخوة اللي شاركوا في هذا البرنامج من خلال أسئلتهم اللي ما يخفى شعورهم الطيب فيها. بقدر لكم ويايتكم هذه عزيزة وغالية. أنا مقل في اللقاءات، ولكن كان في تساؤلات وكان في أسئلة محتاجة لأجوبة، وحرصت أني أي عشان أجاوب عليها. ومن خلالك ورجل مثلك مؤتمن، أنا متأكد أنه حيوصلها كما ينبغي. كثر خيرك على سعة صدرك، كثر خيرك على موافقتك على أجراء اللقاء. وأنا أعرف أنك مو مقل فقط، أنت هارب من كل اللقاءات التلفزيونية. بالضبط. كنا سعداء أنك استجبت لنا. الله يسلمك. هذا شرف لنا. الله يعزك. ومصدر سعادة. شكرا يا أبو خالد. الله يحييك، وشكرا لكم جميعا، ما قصرتوا يا إخوان. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، دائما وأبدا بحول الله تعالى نلتقي على الخير. تصبحون على خير.